الصلاة الفجر والعصفور طب طب. شاف القطة قال لها بنت قالت له نو نو. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور طب طب. طب طب. شاف القطة قال لها بنت قالت له نو نو. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور طب طب. طب طب. شاف القطة قال لها بنت قالت له نو نو. ماما قالت له سيب القطة وخليها في حالها، خد مدرسته ورمى كورته واحضر وشكلها. هو في حد متعور؟ ايه ده؟ انت متعور جامد. طب اهلك فين؟ طب اسمك ايه؟ ما تخافش انا عايزه اساعدك. طب ممكن تركبه معايا؟ ما تخافش انا هعالجك بس هساعدك بس. اتفضل تعال ما تخافيش. انا متعور جامد، ساعده ساعده. معقوله؟ في حاجات كتير بنقابلها في الشارع كل يوم بس ما بقيناش بناخد بالنا منها، يمكن عشان اتعودنا عليها، ويمكن كمان علشان ضميرنا مش عايزنا نشوفها. صحيح في ناس كتير لابسه نظاره سودا وعايزه تشوف الدنيا ضلمه، بس في ناس اكتر حاطه نظارات بامبي وعايزين يشوفوا الدنيا تمام، مفيش حاجه مفيش مشاكل، لغايه ما بيتكعبلوا بقى في الحاجات اللي هما مش عايزين يشوفوها. يعني مثلا حفره في الشارع، كوم زباله على الناصيه، عمود نور اسلاكه عريانه، شله تلات اطفال شوارع، ملايكه بجناحات. مش بجناحات قوي يعني، بس اطفال، اطفال احباب الله. اوقفي يا ابلة، اوقفي بدل ما تصرخي. ما احنا وصلنا خلاص اهو، انت بتخوفني ليه؟ الله، انا قلت لك ما تخافش. اتفضلوا انزلوا، اتفضلي انزلي حبيبتي، تعال انزلي. معقوله كده؟ ايه اللي انت ماسكه ده؟ اتفضل تعالى ساعده ينزل بس، حرام. تعال يلا حبيبي، يلا تعالي. انت مش قلتي هتاخدي الواد على انت عالجيه، امال جايبانه هنا ليه؟ الله، مش دي مستشفى، امال هعالجه فين؟ اهو بص، تعالى تعالى اقعد على الكرسي، ريح ريح خالص، وانا هروح اتكلم معاه. اقعد كده وريني بس، فهمني ايه اللي حصل لك عشان اعرف افهمه. مستشفى يا روتين ايه؟ واحنا وش مستشفيات؟ خد يا ابني وديك عند الست ام محمود بتاعت نسبه الشاي، خلاك تلف لك في اي خلقه وخلاص.